لينا تقول أخوي عاش طفولة صعبة وأنا ساعدت في ذلك، حاولت أصلح بس أحس خطير ولا يمكن الوثوق به. لينا عجيب عجيب، أنت يعني ولعت عود الثقاب معاهم ورميتي وحرقتوا هذا الطفل، وبعدين لما احترق وطلعت النار والشرار عليكم قلتي لا يمكن الوثوق فيه. أكيد لا يمكن الوثوق فيه، مو أنتم اللي دمرتوه صح؟ مو أنتم اللي يوم ورا يوم أهنتوه ودمرتوا جسد المادي ودمرتوا جسد الفكر ودمرتوا جسد المشاعر. الآن جاية تقولين لا يمكن الوثوق فيه، طبعا لا يمكن. مين يثق بالطفل المدمر؟ مين يثق بطفل مدمر يظهر كشخص ناضج؟ لا يمكن، لا يمكن انك تثق فيه. شخص خلاص للآخر هو في الظلام اصلا، هو تدمر وكل هذه الطاقة راح يطلعها ويدمر فيها، مو الواقع مو المكان، راح يدمر المجتمع، راح يدمر اي شيء قدامه. لذلك ارجو عدم التهرب، ارجو هذا جزء من كارمتك، انت صنعتيها، انت صنعتي هذا الظلام. مولد والله انا خايفه يلحقني شيء من النار، سوري والله بس هو خطر. طب ما انت اللي سويت الخطر، انت ساهمتي في هذا الخطر. كم شخص تاذى من اخوك، كم شخص ما اعرف الى اي درجه هو الان مؤذي ومدمر، كم شخص دمر اخوك ليه؟ لانه انت ساعدتي في هذا. ذلك يعني بدل ما نهرب من هذه القصه علينا ان نقف ونواجه القصه بشجاعه. اعتذرتي منا، وقفتي قدامه وقلتي أنا آسفة، أنا آسفة إنه أنا ساهمت في هذه القصة، أنا آسفة اعتذر، أنا راح أعطيك هذا الشيء، راح أقدم هذا الشيء، راح أساعدك هذه القصة، راح أكلم لك فلان، راح أدعمك في موقف كذا. أنا أقدر أسوي واحد واثنين وثلاثة على الأقل ترضي نفسك، قد ما يكون هو راضي، من المحتمل جدا أنه أصلا ما يرضى، لكن على الأقل أنه أنت ترضين وأنت سويتي شيء لتصححين فيه الخطأ اللي أنت سويتي. لذلك شوية شجاعة وشوية إنسانية وتصحيح للخطأ اللي أنت ماشية فيه. ما تبغين تنتهي القصة وأنت ما صححتي، ما تبغين، ما أحد يبغى يخلف وراء هذا المستوى من الظلام. تعرفين لو أنجب أطفال مستوى الظلامي راح يكون عندهم، تعرفين زوجته راح تكون متألمة قد إيش وتتدمر، وممكن وراهم سلسلة من الأجيال كلهم يرعون الظلام. أنت كنتي سبب، كنتي سبب، ما زال عندك فرصة أنك تقفلين الملف بطريقة صحيحة قبل ما تخلص القصة. ذلك غير مبرر، غير مبرر أنك تولين خطر. في طريقة أنك أنت تعتذرين، في طريقة أنك تردين المظالم، في طريقة أنك أنت تساعدين الشخص على الأقل مرة مرتين ثلاثة على الأقل. حاولي صديقتي تقول أنا ساكنة مع أولاد إخواني وأحس تربيتهم لأطفالهم دمرت وتدمرهم نفسيا وجسديا. يعني أنت تشوفين هم كيف يربون أبنائهم إنهم قاعدين يدمرونهم. أنا أعتقد إنه الناس كثير حساسين في موضوع إنهم كيف يربون أبنائهم، كثير كثير حساسين إنه أحد يقولهم ترى ما يصلح تسوي بابنك كذا، يعني ترى شوي هذا الموضوع قاسي، مرة حساسين، ما يتقبلون، ما يتقبلون انه انت تقدم لهم نصيحه، انه انت يعني تعطيهم وجهه نظر، انه انت يعني تساعدهم في هذه الزاويه، ما يتقبلون. وقد تكوني جربتي قبل وانت اكتشفتي يعني مدى تقبلهم انه انت تنصحينهم، وقد ما يكون عندك اطفال. اوه هذه قصه كبيره، ما عندك اطفال، انت ايش دراك، وايش دراك، اكثر تعليق يجيني دايم ما عندك اطفال. ما عندك اطفال ايش دراك. فصعب، صعب كثير انه انت تقوم الام والاب بشكل مباشر او مرات غير مباشر. لذلك انا اعتقد انه انت دورك كعمة انك انت تقدمين الحب. اعتقد انه اذا قدمت الحب بصدق انك انت راح تساعدين في تصحيح هذه الهويات، اعتقد انه راح يكون فارق في حياتهم، مؤكد مؤكد. يعني قاعد تخيل مثلا الأب يضرب فيهم ويدمرهم، لكن عندهم عمة تحبهم
تضمهم، تحكي لهم قصص، تعطيهم هدايا، يعرفون انه في قلب كبير حولهم، يعرفون انه في قلب يدق عشانهم، يعرفون انه في هم في احد في ظهرهم. هذا الحب يعني يصحح كثير من الاخطاء بداخلهم، يصحح كثير من الظلام. ذلك انا اقول انه عندك فرصه انك تقدمين هذا الحب، وقد يكون عندك رساله، يعني رساله روحك مرتبطه بالتشافي، وقد يكون في اشياء كثيره قاعده تنتظرك عند الباب. قد يكون في اشياء عند الباب قاعده تنتظرك، لكن طاقتها تكتمل بتقديم التشافي لهؤلاء الاطفال. يعني اتخيلها كذا، اتخيل انه انت الكون وضعك في هذا الموقف، تشاهدين هذا المشهد وتتالمين عشان تقدمين، ولما تنتهي رسالتك يمكن في اشياء تنتظرك عند الباب تكونين يعني استحقيتيها، وتكوني في نفس الوقت اديتي الرساله اللي مطلوبه منك. طيب دكتوره، انا طفولتي كانت جميله بس في موقف صار من بعدها تعكرت طفولتي ومراهقتي من بعدها، كيف اسامحهم؟ السؤال غلط، مو سؤال كيف أسامحهم، السؤال كيف أنا أتشافى، كيف أنا أنظف، كيف أنا أشيل الجرح وأشيل الأذى. يعني الآن أنت عندك جرح قاعد ينزف، أوكي، الدم طالع والجرح قاعد ينزف، وأنت تقول يا دكتورة شفتي الجرح هذا، كيف أسامح أمي اللي سوته؟ خلنا ننظف الجرح، خلنا نحط لزقاتنا، خلنا نضمن انه انت يعني ما تسممت، خلنا نضبط الموضوع، نخيط الجرح، بعدين نتناقش مين سوى وكيف سوى وليش سوى وش قصته ونسامحهم لو سب. مرة يعني سؤال بعيد جدا، يعني هاي خطوة رقم 10. خطوة رقم 10، الخطوة رقم 1 انك انت تنتبه لنفسك، تنتبه لجرحك، تنظف جرحك وتلملم جراحك وتخيط جراحك، وبعدين ان شاء الله يحلها حلها يوم من الايام. اذا يعني اكتملت القصة واكتمل الملف تسامحهم، ما نعرف يكتمل الملف ولا ما يكتمل الملف، تقفل الملف ولا ما تقفل الملف، بس مهم انك انت تهتم بنفسك. صديقتي تقول اخوي حاول يقتلني والكل ما صدق ما عدا اختي اللي حضرت، وبعدها اتخذت اجراء وبدأت حرب مع الجميع ما عدا اختي. هذه علاقة خطرة، ما المفروض انك انت تبقين معاه في نفس المكان، والمفروض انك تبلغين. انا ما اعرف انت في اي دولة، فاذا كنت في دول يعني محترمة والقانون فيها يمشي على الجميع والسيدات محميات بالقانون، فالمفروض انك انت تبلغين ولا تقعدين ولا دقيقة، ولا دقيقة واحدة في البيت. شلون يعني تقعدين في مكان ممكن احد يقتلك؟ يزعل من يزعل ويطق راسه بالجدار، وما حد اصلا يحق لنا انه يقعد يفتي في هالمساله، ويصدقون ولا ما يصدقون؟ شلون واحد يقتلك وانت قاعده في نفس المكان؟ كيف شلون يعني؟ انت حتى لو قتلتي ما هم مصدقين انه ولدهم اللي سوى المصيبه. معلش يعني هذه علاقه خطره، انتبهي لنفسك. إذا ما انتبهتي لنفسك أنت مين تبغين ينتبه لك؟ إذا أنت ما صدقتي الموضوع، أخذتي الموضوع جد، مين بيصدق الموضوع ياخذ الموضوع جد؟ أنت أول شخص يجب أنك تحترمين نفسك، تحطين الحدود، تضمنين أنك موجودة في مكان آمن. لا تجلسين في البيت ولا دقيقة، ولا دقيقة في مكان أنت ممكن تتعرضين للقتل أو للضرب أو هالتدمير هذا المادي أو الفكري أو المشاعري. وبلغي عليه، بلغي عليه. الموضوع ترى بسيط، موضوع بسيط، لو كل السيدات سووا هالأشياء البسيطة بكل سلاسة ووضوح كان كثير من هالمهابيل عقلوا بكل بساطة. تبلغين عليه، ما يبغى لها أصلا فكرتين، فكرتين على بعض ما يبغى لها، على طول تفكرين وتتنفذين على طول على طول. واحدة من فترة أرسلت لي رسالة، أخوها هددها برسالة جوال، راحت للشرطة وانتهى الموضوع تماما. أوكي؟ أوكي؟ القانون والنظام يمشي على الجميع، أخذوه وأدبوه وانتهت القصة تماما. كانت عايشة في رعب وتسافر، وكل مرة تقولهم عندي
عندي اجتماع عمل في مدري وين وعندي اجتماع عمل في جزر الواقواق، وتهج من ديرة لديرة تقول شلون أرجع. ومرسلها رسالة الثقة مرسلها رسالة جوال يهدد. شوف الثقة بكل بساطة راحت للشرطة وانتهى الموضوع، ضبطوا لها القصة. فبليز بليز خلينا بدل ما نضيع وقتنا في الشكوى وفي صدقوني وما صدقوني وفي القيل والقال، خذي خطوات حقيقية. صديقتي هند تقول تزوجت من شخص فعلا طفل مدمر على كل المستويات، أنجبت طفل واحد وخلعته، لكني فهمت كثير طريقة التربية وأهميتها، والحمد لله راضية في تربيتي لابني. ما رسالة هذا الطفل المدمر ولماذا تزوجته؟ يعني ما نقدر نحصر الاحتمالات، لكن أحد أبرز الاحتمالات اللي هي كيف أنت الآن تربين طفلك وكيف أنت تعتنين بطفلك. يمكن كان ممكن يعني تأخذين هالكارما وتقدمينها لطفلك بطريقة غير جيدة، لكن صار هذا الموضوع صار يعني زي الدرس، علم كيف النتائج تحصل، وشفتي نموذج يختصر لك موضوع التربية.